مساكم الله بالخير ويا هلا وسهلا فيكم مشاهدينا في حلقة بداية أسبوع جديدة ومواضيع جديدة. مساك الله بالخير حمد. مساء الخير جيد. دائما يوم الأحد أنت يعني عادة الناس تكون يعني سلو يوم الأحد أنت يعني ما شاء الله عندك طاقة اليوم إيجابية بعد. لازم الواحد تكون عنده طاقة إيجابية لأن بصراحة خلنا نحط الورقة عشان أبتدى. الحياة طبيعتها فيها وايد محطات. والإنسان بطبيعة الحال يتعرض حق مواقف كثيرة في حياته، إن كانت ضغوطات أسرية، إن كانت ضغوطات في الشغل، إن كانت يعني مواقف ممكن الواحد تصير له، ومع الأسف ممكن يوصل حق مرحلة إنه يحس هذه المواقف أكسرته، هذه المواقف هدمته وما يقدر يقوم منها، فيكون وايد صعب إنه هو يمر بذي الشيء. ممكن حتى تصير عنده لدرجة إنه أزمة نفسية، إنه هو بحس بألم، بحس بالانكسار، يحس إنه خلاص هذه الأيام ما راح تعدي عليه، لكن تعدي هذه الأيام ويعدي هذه الألم وفي النهاية يظل درس وعبرة وتحدي الواحد لازم يتعلم منه. صحيح رقية، دائما يعني لو نفكر فيها بطريقة خلينا نقول إيجابية، أن هذه الأشياء والعوائق والكسور اللي أنت قلتي عنها لو الواحد يفكر فيها هاي كلها خبرات تكتسبها، وإذا الواحد يفكر أن هذه الشيء ممكن أن يعلمه ويساعده ممكن أن يطلع منها يكون أقوى من السابق. فأكيد هذا الشيء ممكن يكون يا يكسرك أو أن أنت تتحدى وتتطور للأفضل والأحسن. في كل مراحل حياتنا ربما نمر بتحديات نفس ما تكلمنا تخلينا نوقف، لكن هذه الوقوف يدفعنا لتقييم كل اللي مرينا فيه، من الممكن أننا نتعرض لانهيارات سواء تتطور وتتطور، من الممكن أنها تتحول في النهاية لمشاكل نفسية، لكن إدراكنا لأهمية التشافي هو بداية رحلة مغايرة ورحلة نجاح. أكيد وهذه هو الشيء اللي احنا نبي نركز عليه اللي هو موضوع التشافي، لأن مثل ما قلنا أن الحياة فيها محطات كثيرة وفيها ضغوطات وايد، فحلو أن الإنسان من بعد هذه خلينا نقول المواقف الأليمة اللي مرت عليه يبتدي يفكر بشكل إيجابي، وكفاية كفاية كفاية لما يعرف أنه ما نحط في هذه الموقف إلا لأن في حكمة، في خيرة، في صلاح إحنا ما نعرفه، لكن رب العالمين هو يعرف شو السبب اللي إحنا نحطينا في هذه الضغوطات وش الحكمة منها. ولذلك إحنا نقول أن ما تروح تكون هذه نهاية الحياة. صح. أي موقف أنا مريت فيه، موقف كان سلبي، موقف عورني، حسيت أنه أنا ما أقدر أقوم منه، لا، ما في واحد يتم مكانه. في النهاية كلنا راح نقوم من مكاننا وراح نتشافى وراح نرجع أفضل من قبل، لأن الحياة ما توقف لا على موقف ولا على يعني أي خلينا نقول خبرة سلبية مرينا فيها. أنا أعتقد أن إحنا وقت حكينا وحين في تقرير لازم نطلع فيه مع مشاهدين نشوفه، وهذا التقرير راح يبين لنا طبعا أهمية التشافي من كل ما يمر فينا من لحظات قد تكون مو حلوة، ولكن أكيد إن شاء الله راح نعديها. صحيح. الحياة رحلة، درب طويل، مسارات متشعبة تحتدم في الداخل فيصير الضياع، الألم، التعثر، ثم الوصول. من منا لم تقفه يوما ضغوطات العمل التي تتراكم ثم تأخذ شكلا آخر داخل العقل؟ من منا لم يوقفه السؤال حول علاقاته، سواء العلاقات العائلية، الصداقات، أو علاقته بذاته؟ من منا لم يتعرض يوما لصدمة غيرت مفهوم الحياة؟ ولكن لا بأس، قد يحتاج كثير منا للنهوض عبر اللجوء للعلاج النفسي، إذ قد يساعدنا على رؤية المشكلة بشكل أوضح، وقد يساعدنا على التعرف على الخيوط الأساسية لحلها. قد يلجأ البعض لممارسة بعض الرياضات التي قد تخفف من الضغط النفسي، إذ تعتبر اليوغا عاملاً مساعداً على الاسترخاء والتخلص من القلق، كما أنها تساعد على التحكم في الجسد وتهدئة العقل. وآخرون قد يأخذهم الفن للتعرف على ذواتهم، إذ يعتمد العلاج عبر الفن على الاعتقاد بأن العملية الإبداعية تساعد الناس على حل الصراعات
وتطوير المهارات الشخصية. تتعدد الطرق للتشافي والتعافي والنهوض بالذات، إلا أن الطريقة الأولى هي إدراك أهمية التعافي في صناعة قصتك الشخصية الفريدة. لذلك نطرح معكم هذا الموضوع اليوم لنخوض في أعماق الإنسان وحول قدرته الهائلة على التعايش والنهوض. وعشان نتكلم مشاهدينا أكثر عن موضوع التشافي، تنضم لنا في الاستديو أخصائية الطب النفسي الدكتورة حمدة النشمي. يا هلا وسهلا فيك دكتورة. يا هلا، أهلا وسهلا، مساء الخير، نورتنا اليوم. منورين بوجودك حبيبتي. دكتورة، يمكن قبل ما نشوف التقرير سمعتي دردشتنا أنا وحمد وإحنا نتكلم عن ضغوطات الحياة ونتكلم عن العثرات اللي ممكن تمر على الإنسان. نعم. ممكن في كثير من الأحيان يوصل الإنسان بسبب هذه الضغوطات وهذه المواقف اللي مرت عليه حق نفس ما نقول حالة نفسية. نعم. فبيضطر أنه يلجأ إلى العلاج النفسي اللي وايد ناس يشوفونه أنه هو شيء لا شيء وايد عود ما يصير غلط أو عيب، حتى عيب مجتمعي نحن نذكره. فشو رأيك أنت دكتورة في موضوع العلاج النفسي؟ شو نقدر نقول عنه؟ أول شيء مساء الخير. العلاج النفسي هالأيام صار ضرورة، وبالعكس يعني ألاحظ تغير جذري صراحة في نظرة المجتمع. خلينا نتكلم عن المجتمع البحريني. بالنسبة لي التوجه للطبيب النفسي لما تستدعي الحاجة، لما نقارن قبل 10 سنين لين الحين نشوف تغير. بالعكس قامت الناس تتفاخر إن هي تروح، رحت وطلبت المساعدة، وبالعكس يشاركون تجربتهم مع الناس اللي محتاجة إن ليش ما تروح تتعالج، أو إذا عندك صعوبة في النوم أو ما شابه أو مشكلة اجتماعية أن روح لذوي الاختصاص. فقاموا الناس يشجعون بعضهم بصراحة. يعني الوصمة اللي كانت مرتبطة بالذهاب للطبيب النفسي، أنا ما بقول لك اختفت 100%، بس قلت بشكل جذري، خصوصا في فئات المجتمع الشباب يعني أكثر شوي. فبالعكس ما أشوف أي حرج في هذا الموضوع، وحكومتنا وفرت يعني خدمة الوصول للطبيب النفسي في جميع المستشفيات، فما فيها صعوبة، ومو مضطرين الناس يروحون إلى المستشفى الخاص بالأمراض النفسية، لأن في كل مستشفى في طبيب نفسي، حتى المراكز الصحية فيها طبيب نفسي، بالإضافة للعيادات المنتشرة في جميع مناطق البحرين. أهمية العلاج النفسي دكتور، احنا قلنا أن الحمد لله يمكن نظرة المجتمعية وايد صارت أفضل وصار في وعي أكثر بأهمية العلاج النفسي، بس نبي نتكلم عن أهمية العلاج النفسي مثل باقي العلاجات الأخرى. أكيد. لازم ما نهمل هذا الموضوع أبداً. في ناس يعني تشوفينه من مثلاً ارتفاع عنده السكر أو الضغط أو ما شابه على طول ما يتردد في الذهاب للطبيب النفسي، خوفاً من تفاقم هذه المعاناة عنده. نفس الشيء بالنسبة للمرض النفسي أو بالنسبة للحالة النفسية، إحنا ما نبيها تتطور إلى إن إحنا نسميها مرض نفسي. لو الواحد يروح يتلاحق عمره بسرعة، يعالج أبسط الأمور، يتكلم عنها. لما نقول علاج مو بالضرورة ترى علاج دوائي، يعني مو كل الأشخاص اللي يتوجهون للطبيب النفسي هم مرضى نفسيين. لازم أنا هذه النقطة أشدد عليها. وايد ناس تروح لأن عندها والله مشكلة في الدوام مو قادرة تتأقلم معها، سببت ضغوط نفسية أثرت على النوم، أثرت على المزاج، أثرت على القدرة على الإنتاج في الدوام نفسه، فتتوجه لذوي الاختصاص عشان تتكلم وتشوف حلول استشارات. نعم، لأن أحيانا الواحد اللي قد يكون على مستوى عالي من الثقافة والذكاء، ولكن لما هو يكون في المشكلة لنفسه تختل عنده شوية النظرة، يصدق وايد أمور، عقله يكبر لبعض الأمور. فلابد من الذهاب والتكلم عن هذه المشكلة، تكلم مع صاحب الاختصاص اللي ما يوجد حل لها الموضوع، فما نهملها خوفا من تفاقمها، وأن هي تصبح بالفعل تأثر على إنتاجية الفرد في أسرته، تفاعله مع أسرته، علاقاته الأسرية، وإنتاجيته أيضا في العمل. نفس ما تكلمت دكتورة، زيادة الوعي هاي شيء وايد مهم، وايضا صارت زيادة الامراض النفسية مؤخرا بما ان الضغوطات اللي موجودة في الحياة، جائحة كورونا، ناس فقدت اعمالها، شغلها، فقدت بزنس مالها، فتأثرت نفسيا بشكل كبير، ففي ضغوطات نفسية كبيرة مؤخرا. فشنو اكثر الامراض؟ نفس ما تكلمتي قلتي ان
ممكن أن موقف واحد ممكن يعالجه، ولكن إذا تراكم يصير في النهاية مرض نفسي. فشنو أكثر الأمراض النفسية اللي منتشرة حاليا عندنا في البحرين؟ أمراض القلق، اضطرابات القلق، منها اضطراب القلق العام. أي شخص مثلا مو بعارف يسترخي، يحاتي دائما، أول شيء يحاتي مثلا مشكلة مادية أو وضع مادي معين أو مستقبل المادي، ارتاح من هذه النقطة يروح يدور بعد فكرة ثانية يحاتي صحته. الأم تحاتي عيالها، تحاتي لما يوصلون، تحاتي مشوار السيارة، فهاي نسميه اضطراب القلق العام، وبصراحة زاد في السنوات الأخيرة. أيضا انتشار الأمراض، منها جائحة كورونا، ومنها أيضا زيادة انتشار الأمراض المستعصية مثل أمراض الأورام والسرطانات، أدت لحدوث أو زيادة في نسبة الأمراض النفس جسمانية. هي أمراض نفسية، الأمراض النفس جسمانية، ولكن تتخللها أعراض جسدية لا يمكن تفسيرها. يعني مثلا الشخص دائما يحس بألم في بطنه، يروح لأخصائي الباطنية ويسوي المناظير ويسوي الفحوصات، وكل فحوصات هي طبيعية، فيقول لأخصائي الباطنية أنت لازم تعالج عند طبيب نفسي. أحيانا ما يتقبل، أحيانا يقول أحيانا أنا بطني شلون، بس في كونكشن وايد كبير لازم نشرحها للسادة المشاهدين. الأمراض النفسية هي أمراض أساسها عضوي، أكثر الأجهزة في جسمنا اللي تتأثر بالأمراض النفسية هي الجهاز الهضمي، لأن الجهاز الهضمي هو اللي يفرز الناقلات العصبية المسؤولة عن مزاجنا، اللي تتحكم بمزاجنا وبنومنا وشهية الأكل وكل شيء. فأول جهاز يتأثر هو الجهاز الهضمي، فتكون ما عنده مشكلة عضوية، فحوصاته كلها طبيعية، ولكن هو يعاني من أعراض، من همساك وغيره وآلام، قد يصيده ضعف، جسمه يضعف. أيضا من ردت على سؤالك السابق أختي بالنسبة لأهمية العلاج المرض النفسي، لازم نعرف أن كل ما صبرنا على وضع يسبب لنا توتر وقلق تقل مناعة الجسم، يزيد عندنا إفراز بعض الهرمونات منها الكورتيزول من جسمنا نفسه، فتقل مناعته، فيصير الإنسان معرض للإصابة بالسمنة، معرض لجميع أنواع الأمراض اللي تستقل إن المناعة الإنسان قلت منها السرطانات. فهي في وايد رابط قوي بين القلق المستمر وبين إصابة بمثل هذه الأمراض. جميل دكتورة، قبل شوي يمكن ذكرتي قلتي إن في مفهوم بعد سائد عند الناس إن دائما العلاج النفسي مرتبط بالعلاج الدوائي، مع أن في كثير من الأحيان العلاج ما يكون معتمد على الدواء كثر ما يكون معتمد على يمكن علاج سلوكي، علاج معرفي. فهذه الأشياء نبي نتحكي عنها دكتورة، خاصة أن في ناس بعد وايد يمكن ارتبط عندهم مفهوم كان سائد سابقا، ووجب أن احنا ننوه عنه، أن في حالة أن شخص بدأ يتعالج من الأمراض النفسية إذا معناته أنه راح يداوم أو بيصيد حالة من الإدمان على الأدوية اللي يأخذها، خاصة مثلا في حالات الاكتئاب والتوتر والقلق. فخلي نشيل من عندهم ذي المفهوم إن شاء الله. بالنسبة للشق الثاني من السؤال، الأدوية النفسية، أول شيء الأدوية النفسية على سبيل المثال لنفرض أن احنا نتحدث عن 100 دواء في صيدلية الطب النفسي، 10 منهم ممكن يسببون إدمان، وحتى الأدوية اللي ممكن تسبب إدمان إذا استخدمها المريض حسب وصفة الطبيب عمره ما بيدمن عليها. الإدمان هو سلوك، يعني الإدمان نفسه صفة الإدمان يوصل لها الشخص إذا هو أساساً شخصية قابلة للإدمان. يعني مثلاً الطبيب يعطي جرعة معينة ارتاح الشخص عليها، يقوم من نفسه يزيد الجرعة، قال له استخدمه وقت اللزوم، يقوم من نفسه يستخدمه كل يوم. إذن هذه هل الدواء اللي فيه عيب أو شخصية الإنسان نفسه يحب أنه هو يرفع مزاجه بأشياء ممكن تضره هو نفسه، فهذه نقدر نقيس عليه أشياء أخرى غير الأدوية نفسها. بالنسبة للعلاج الدوائي، ما نلجأ للعلاج الدوائي إلا إذا كان في ضرورة قصوى، يعني لابد أن احنا نلجأ للعلاج الدوائي، خاصة لما تتأثر حياة الإنسان بسبب مرضه النفسي. يعني ما يقدر ينتج، قايب عن الدوام، ما يقدر يتكلم مع زوجته، مشاكل عصبية، شجارات، أمور هذه لابد أن احنا نلجأ لعلاج دوائي في البداية، ويكون لابد أن بين الطبيب النفسي وبين المراجع يكون في شفافية، يكون المراجع ما يطلع من عيادة الطبيب إلا عارف إيش كثر بيستخدم هذه الدواء. فهذه جزء أساسي من العلاج، وأغلب الأمراض مو دواء مدى الحياة،
ياخذه يستخدمه، لابد يكون في كورس وفي اخذ وعطى في هذه الامور. فاذا الادمان في ادويه معينه، ايضا ادويه الالم ايضا فيها ادمان، بس اكثر طالعه هذه السمعه على ادويه الطب النفسي اكثر من ادويه الالم. وانا اتصور بعد دكتوره ان بعد واحده من الامور اللي يمكن اكثر شيء تصير حق المريض النفسي، بعد انت ايش كثر عندك رغبه في التشافي من من الحاله اللي عندك. أكيد. يعني انا مثلا ما بلجأ اروح حق دكتوره او بروح حق اخصائي الا لان انا فعلا عندي رغبه بالتخلص بالضبط. من الشيء اللي قاعد يوترني، من الشيء اللي قاعد يتعبني، رغبه في التغيير. بالضبط. اذا انا كانت عندي ذي الرغبه يمكن ما بحتاج يعني فترة طويلة أخذ الأدوية، ويمكن حتى بالاستشارات والنصائح. نعم. كل شيء إيه، نسبة كبيرة طبعا من المترددين على العيادات النفسية ما يحتاجون دواء، فقط يحتاجون بعض الإرشادات، يعني بعض التوجيه، يحتاجون انلايتمنت، يعني نوعيهم على شيء معين قد يكونوا قافلين عنه بسبب لأنهم اللي في المشكلة. يعني لو تشوفه ممكن ينصح غيره بطريقة جدا ممتازة، بس لو هو يطيح في نفس مشكلة غيره ما بيقدر، وهي طبيعة النفس البشرية بهالطريقة. طبعا طبعا تكلمنا عن موضوع أنه إذا هو حاب أنه هو يعني يتعالج. نعم. ويتشافى من هذه المرض النفسي، لكن أيضا المجتمع له دور. يعني دكتورة، يعني الأشياء اللي حوله ممكن أنه بعد تأثر عليه بشكل إيجابي أو سلبي، فشلون أشياء المحفزات اللي ممكن أن هي تساعد الشخص أنه هو يوصل لهذه المرحلة، لمرحلة الشفاء بشكل أسرع؟ أول شيء دور الأسرة، دور الأسرة جدا مهم. مرات عديدة تأخروا الناس في اللجوء للعلاج النفسي وتفاقمت مشكلتهم وأثرت على حياتهم الاجتماعية وعلى حياتهم الوظيفية بسبب أن الأسرة تقول له ما فيك شيء، قاعد مكان بس مو متعودين تتبولق يعني تتدلع. اي واحد مريض بطنه مثلا يقول لك بس روح للدكتور. بالضبط. مثلا واحد نفسيتي تعبانه يقول لك روح ارقد. يعني عرفتي يعني الحين الكل دكتور صار لان المشكله هذه، الكل يعطي نصيحه. ونشوف هذه وايد في السوشيال ميديا، احد يسال عن سؤال الكل يفتي، الكل يقول له انت ما تحتاج طبيب، انت تحت لا انت قله ايمان. وايد هذا المفهوم موجود عندنا ان انت هذه ضعف ايمانك هو سبب لك هاللون. هو مسكين يعني يمكن عنده شغله ما علاقه الايمان او الدين بالمرض. المرض له اساس عضوي، يعني هل الدين هل المرض يبتلى فيه قليل الايمان او الانسان غير ديانات؟ لا طبعا. في الطب وفي الصحة ما عندنا هذه النوع من التصنيفات، هذه شخص مؤمن ولا مو مؤمن، مسلم مسيحي يهودي بلدين، الكل يمرض، ممكن يمرض والكل بيستجيب للعلاج. يعني في النهاية ما يعرف العلاج تصنيفات مثل هذه. يمكن دكتورة يعني ردا يمكن على ذي الجزئية، كون ان احنا بعد يعني قاعدين نعيش وسط الناس وكثير من الامور ساعات تصير قدامنا، يعني صح يمكن مثل ما تفضلتي هو ما له علاقة بالدين ولا بالديانة، بس يمكن دائما الناس تشوفينها تربط ذي مثلا بالإيمان، ولا ان هذه ابتلاء مثلا من رب العالمين، فعليك بالصبر، عليك بالإيمان ان انت ما وضعت في هذه الوضع مثلا او ابتليت بهذا المرض او بهذه الحال الا ان رب العالمين مثلا يبي يمتحنك يبي يختبرك. يعني مثل كأنها امور بعد تصبر الانسان. نعم. على الحالة اللي يكون فيها كجزء من التخفيف منه يعني. نعم، ولكن هاي ممكن يؤدي إلى تأخير طلب العلاج. هل مثلا إذا شخص صار عنده ضغط دم نقول له لا أنت قوي إيمانك بيعتدل ضغطك؟ ما يصير. إذا نفس الشيء أنت بطنك عورك لا ما يصير، أنت حاول لا ما شرب يعني شاي ولا ذي بيروح ما يصير. فإذا المرض النفسي مثل كل الأمراض الجسدية، ما نتأخر في طلب العلاج عشان ما تصيدنا مضاعفات. صحيح. ايضا في موضوع وايد صراحه منتشر ومهم وتكلمنا يمكن عنه، اللي هو الايجابيه السامه. نعم. الايجابيه السامه هي يمكن الناس اللي ما تعرف ان اللي كله يعني دورات عن الايجابيه والايجابيه بدون اي يعني مقومات. نعم. اساسيه لها، بدون ما يشرح شنو هي الايجابيه الصحيحه. نعم. فخلينا نتكلم عن الايجابيه السلبيه او السامه. نعم. اللي ممكن ان هي تاثر بشكل سلبي مو بايجابي. هذه نوع من الكفر اب او الغطاء، يعني على عيش اوضاع غير ملائمه او غير مريحه للانسان. لما اقول له تفائل وانت يعني قوي وانت تقدر وانت، هو الحكي هذه مو بغلط، بس ممكن مثل ما قلت ياخر وايد امور. يعيش الشخص موقف ما لازم يعيشه، او يعطي الشخص صوره غير حقيقية عن الواقع، كأنه كل شيء أوكي ولكن ما عالج.
هاي طبعا هاي بيؤدي الى يعني تاخير او نكران حتى نكران انه في مشكله. وهذه ما اول شيء لازم نعرف هالشخص اللي يعطي هالورشات من هو وشنو مؤهلاته، هل هذا شخص معتمد، هل هو ممكن كف انه هو يعطي هذا النوع من النصائح ولا. اذا على كذي ترى في جوجل كل الكلام موجود، اي احد يقدر يقرا ويلقي. لازم وهذه واجب المجتمع نفسه، ما يشترك في دوره ولا يشترك في ندوه ولا يشترك في ذي الا عرف الشخص اللي بيلقيها شنو مؤهلاته، شنو دراسته، هل هو مؤهل يقول هالكلام او لا. صحيح. يعني يمكن دكتوره اكيد دائما لما ناخذ الحكمه وناخذ العبره وناخذ الكلام الصحيح او طريقه العلاج حتى ان كان شيء يخص مثلا حاله مرضيه لازم يكون من ذوي الاختصاص. نعم. ومن ذوي الاختصاص الموثوق فيهم، لان مثل ما قلتي اليوم كل واحد صار فينا دكتور، كل واحد فينا قام يفتي، وللاسف في ناس وايد ممكن ينجرفون. صح. مع مثلا مقاطع صوتيه توصل لهم، مع مثلا مقاطع فيديو ممكن توصل. نعم. وانا جربت واخذوا من تجربتي واخذوا من خبراتي اللي انا عندي اياها، لكن عشان نوصل حق العلاج الصحيح وطريقه التشافي الصحيحه مثل ما ذكرت الدكتوره، لابد ان احنا نروح حق ذوي الاختصاص. لازم نكمل معكم في هذا الموضوع، وبنتكلم بشكل اكثر عن طرق التشافي المختلفه من المشاكل النفسيه. بس خلونا نستعرض معكم في هذا التقرير قصه الفنانه التشكيليه افنان وصديقتها الاخصائيه النفسيه ريم، اللي قرروا انهم يسخرون دراستهم وفنهم لخدمة نساء مجتمعهم من خلال افتتاح مركزهم الخاص بالعلاج بالفن. تفاصيل أكثر بنعرفها من خلال هذا التقرير. بالعمل الدؤوب والإصرار تحول حلم الشابتين أفنان وريم إلى حقيقة، إذ استطاعت الفنانة التشكيلية أفنان أن تفتتح مركزها الأول من نوعه في المملكة، مركز أفنان الفن المتخصص بالعلاج عن طريق الفن للنساء فقط، واللي يهدف بشكل أساسي لتمكين المرأة وإعطائها المساحة والحرية المطلقة للإبداع. تعرفت على مركز أفنان الفن من خلال الإنستغرام، وشدتني ورشة العلاج بالفن مع المدرب ريم، وما تأخرت أني أسجل فيها لأن صادني فضول شلون أن من خلال الرسم راح تنحل مشكلتي. العلاج بالفن هو إحدى الطرق العلمية التي تقوم على استخدام تقنيات إبداعية مثل الرسم والتلوين لمساعدة الناس على التعبير عن أنفسهم فنياً وتزويدهم بفهم أعمق لأنفسهم وشخصياتهم. والجدير بالذكر أن مهارة الرسم لا تعتبر شرط للنساء الراغبات بالاشتراك في الورشات. التحقت بورشة العلاج بالفن مع المدربة ريم. اللي شدني في الموضوع أنه مو بالضرورة أكون فنانة أو عندي حس فني أو على الأقل أعرف أرسم. بداية كان شعوري علامة استفهام كبيرة، شلون راح تنحل مشكلتي من خلال الرسم. بعدها وباستخدام التقنيات مع المدربة قدرت ان انا اعبر عن اللي بداخلي من خلال الورقة والالوان، وبعد فترة قدرت ان انا اشوف الامور واضحة واحل المشاكل واوصل لمرحلة السلام الداخلي. للموسيقى والإضاءة دور أساسي ومهم في ورشات العلاج، حيث تختار أخصائية العلاج بالفن المقطوعات الموسيقية ونوع الإضاءة بعناية وحسب حالة الأشخاص. بالتأكيد أنصح كل شخص حاب يكون شخص أفضل من نفسه اليوم، حاب يساعد نفسه، حاب يطور من نفسه، إنه يلتحق في ورشة العلاج بالفن، لأنه بالتأكيد راح يحصل بإذن الله على إجابة لكل التساؤلات اللي تدور في مخه، وعن الحلول لكل المشكلات اللي تواجهه، عشان يوصل للهدوء والسلام الداخلي اللي الكل أتوقع يطمح له. شكر خاص للمركز وللمدرب ريم ولورشة العلاج بالفن.
طرق مختلفة للتشافي، بعضها بالفن وبعضها أكيد بطرق مختلفة، ولكن يظل الأساس طبعاً الرغبة الداخلية للإنسان أنه يغير من نفسه ويتغلب على الحالة اللي تكون فيه. دكتورة، يعني بودي أن أنا أسألك عن بعض الحالات اللي مرت عليك أثناء عملك. يمكن في نماذج وايد نشوفها، خاصة لما تقعدين معهم، ما بنقول ذلين الناس السلبية، بس بنقول ناس دائماً تشوف الحياة بسوداوية، يعني بمعنى أنا مالي حظ، أنا مستحيل أنجح، أنا مستحيل أترقى في شغلي، أنا ما كله مستحيل مستحيل مستحيل. بتشوفينه دائماً شخص يكون وايد سوداوي في نظرته، وبالتالي حتى ممكن يأثر على الناس اللي حواليه. إنزين، مرت عليك مثل هذه الحالات؟ وإذا مرت، هل كان من السهل إن أنت تطلعينه من هذه النظرة؟ تمر حالات من هذه النوع اللي فيها السوداوية والتشاؤم، التشاؤم في أي شيء حلو يشوفون شيء أسود سوداوي، تحليلهم حتى للأمور مو منطقي، ما في بالانس، يكون دائما يفكرون تفكير سيء، دائما في تفسير سيء لأي حركة ممكن تصير قدامهم. حالات يعني نسبة من هذه النوع من الحالات نبديهم على علاج دوائي، لأن هذا النوع من التفكير أثر على حياتهم السلبية، ويبقى عاد التعاون والرغبة في علاج النفس من الشخص نفسه، لأن في النهاية الطبيب يقول رأي الطبي، وقد يأخذ فيه الشخص قد ما يأخذ فيه الشخص، ومثل هالأشخاص ترى يمرون على كذا دكتور بعد حتى الدكتور يشكون فيه. فيعني احنا بالعكس نقول لهم why not go ahead، يعني خذ استشارة ومرة ومرتين وثلاث اللي ما تقتنع ان اللي تمر فيه هو حالة نفسية لابد تطلع منها، يا انت تغلبها يا هي بتغلبك، يعني صح ان شاء الله ما نوصل حق مرحله هاي المرض اللي المشكله هو يكسر خاطر، لان في النهايه احنا بنقول ابتعدوا عن هالاشخاص لانه هو ياثر عليك بشكل سلبي. نعم. يعني فيعني اكيد هناك علاجات مختلفه، مثل ما شفنا دكتوره في التقرير. نعم. تكلمتي عن الادويه، تكلمتي عن امور اخرى، شفنا التقرير عن الفن، الفن ممكن بعد يغير من نفسيتك. نعم. الرياضه، خلينا نتكلم عن امور اهميه انه الشخص انه يتعالج بامور متنوعه. نعم. هو يعني عشان نوصل للحاله النفسيه المثلى او السعاده، يعني بسمبل ووردز، لازم نتبع نمط حياه صحي. اهم شيء النوم النوم النوم. الشخص اللي ما ياخذ كفايته من النوم، اللي نومه مو بصحي، في بعض الناس تقول لك لا انا نام 5-7 ساعات بس، يعني الكواليتي او نوعيه النوم كلش سطحي. الشخص اللي ما ينام زين ما بيوصل لصحة نفسية جيدة، هذه أهم شيء. ثاني شيء الرياضة، الرياضة ممتازة جدا، مو بس عشان الواحد يعني يكون سمباتيك وحلو وشكله مرتب، تفرغ الشحنات السلبية. بالضبط، هي تفرغ الشحنات السلبية، وغير كذي الجسم أثناء الرياضة يفرز إندورفينز، هذه المواد تخليه مستانس. ناس ما في أكلات تخلي الإنسان مستانس، أيضا الرياضة، خاصة رياضة السباحة، المشي، الجري، البوكسينج، حتى اللي في غضب دائما نقول له روح اشترك بوكسينج، طلع الشحنات اللي عندك كلها في البوكسينج أحسن ما تطلعها في أشياء ثانية تخرب عليك في حياتك. فالرياضة، نمط الغذاء الصحي، النوم، والأشياء الثانية مثل الفن. الفن شيء رائع جدا جدا، خاصة الفن يعني اللي يجيك بدون تخطيط، اللوحات والرسم تفرغ الشحنات السلبية، ممكن تحط مشاعرك كلها في الفن. في بعض الناس لما يحزن يكتب لك قصيدة، يرسم، يبدع في حالته النفسية، فتعرف أنت أصلاً أن هذه سوى هذه القصيدة أو كتب هذا المقال وهو حزين أو هو مستونس. يعني ناس فنانين عالميين وايد كانوا أيضاً مصابين بأمراض نفسية، نشوف فروقات في لوحاتهم بين لما كان المود عندهم مرتفع ولما كانوا حزينين أو مكتئبين. إن شاء الله يا رب يعني الكل تكون عندنا نمط حياة يعني مثلى وحياة صحية، لأن أي يعني أمور نفسية ما راح تأثر بس على الشخص كنفسيته، إنما حتى على بشكل عام صحته، وممكن تؤدي إلى أمراض أقوى في غنى عنها، أمراض القلب، أمراض الشرايين، أمراض كثيرة. الله يبعد إن شاء الله هالأمراض عن الجميع، ونعيش كلنا، ما بنقول الحياة الوردية الحياة الجميلة، بس أكيد نحاول إحنا بشكل أو بآخر إن إحنا نجد حلول حق أنفسنا. إذا ما عرفنا إن إحنا نوصل لها، نتوجه حق ذوي الاختصاص اللي أكيد راح يمدونا بالاستشارة وبالطريقة المثلى تساعدنا. كل الشكر والتقدير لك دكتورة حمدة على وجودك معنا، وأكيد طبعا يعني حمد إحنا لا زالت الحلقة مستمرة وفيها الكثير نتكلم عن طرق التشافي، ولكن أكيد كان عندنا
يعني راح يكون لنا وقفة الحين مع استطلاع لآراء الناس حول العلاج بالفن، وش كثر هذه الطريقة أو هذه النوع من العلاج ممكن يساعد على تخطي الأوقات الصعبة اللي كلنا معرضين أن احنا نمر فيها. وهل أن المجتمع البحريني يفضل العلاج التقليدي أم أنه يفضل العلاج بالفن؟ بالفن. خلونا هذه كانت إجابة حمد، بس خلونا نشوف الناس شنو قالوا من خلال هذه التقرير. العلاج بالفن هو أظن أسلوب حديث يعني ظهر في السنوات الأخيرة، وحسب قراءاتي أنه أثبت فعاليته ونجح. يعني هناك علاج بالفن وهناك العلاج بالقراءة وهناك العلاج علاجات مختلفة جدا، وحسب رأيي يعني في حدود خبرتي بسيطة أنه علاج الآن أكد فعاليته في كل دول العالم وليس بعد سهل. فأنا أرى أن هذه تجربة ناجحة ومفيدة، ولأنها تعتمد آليات حديثة وجاءت نتيجة دراسات وخبرات علماء نفسيين. أنا متضايق يوم من الأيام، أنا متضايق وشفت أن أنا مشتهي طالع رسمة جميلة، مشتهي طالع منظر حتى في الحياة، يعني أروح مثلا أبدل جو، أروح مثلا مناطق تكون فيها حدائق، فيها يعني مجمع يعني مناطق خضراء. فهاي طبعا هاي نوع من الفنون بحيث انك ترتاح نفسيا، ونفس الشيء بالنسبه للموسيقى في الليل، يعني تقدر تسمع موسيقى طيبه وجميله مرتبه ومو ما فيها هدره واجد ولا فيها صراخ واجد، تكون فيها يعني سيمفونيات بشكل عام، يكون يعني ممكن تكون مريحه للاعصاب. في ناس يفضلون هذا النوع من العلاج، في ناس يفضلون يعني ما يبي يروح إلى طبيب تقليدي وعلاج نفسي وكذا، فيفضل الفن. طبعاً لما أتكلم عن العلاج بالفن هو علاج حديث مشهور في الآونة الأخيرة، ويمكن أن يختصون فيه علماء النفس. على فكرة هناك بعض الاختبارات الإسقاطية، هذه الاختبارات تطبق على المرضى اللي يعانون من مشاكل ويعانون من هموم، يذهب هذا المريض إلى الطبيب أو المختص أو الطبيب النفسي ويرسم بعض الأشكال، من خلال هذه الأشكال الفنية يستطيع هذا الطبيب أن يشخص ويعرف المشاكل اللي يعاني منها هذا المريض. مثل ما شفنا في التقرير تتعدد الطرق في العلاج النفسي، وعلى الرغم من لجوء كثيرين للطريقة التقليدية في العلاج، وقلنا أن الفن من الطرق الجديدة، ويعني أنا قلت أشياء من الأشياء الجديدة فيعني ممتاز. فأكيد الفن من ضمنها أيضا الرياضات مثل اليوغا، وفي هذه الشأن تنضم لنا في الاستوديو مدربة اليوغا زهراء حسن. نرحب فيك اليوم، نتكلم عن اليوغا اليوم وأهميتها أكيد في الطرق النفسية. أنا من الأشخاص رقية، يمكن قبل أن أبتدي يعني أمارس الرياضة بأنواعها كثيرة، فوايد كانوا يقولون لي يوغا، كنت أقول شنو ذلين هذي يسوون الاسترتشات يعني بالنسبة حق إنسان ضليع مثلك في الرياضة. إيه يعني ما كنت حاسبها إن شيء مهم ولا شيء. يقول لك يعني إذا تجهل الشيء لا تنتقد، يعني إذا في شيء أنت تجهله لا تنتقد. فلين جربت سويت تجربة لليوغا. جربت اليوغا. وجربت اليوغا وصراحة يعني كل الأشياء اللي كنت أقول عنها أول شيء يعني اعتذرت حق الناس دلين اللي. هذه شهادة منك. إيه اعتذرت لهم لأن كنت أنتقدهم، وأنا كنت أتكلم عندي حلقات في الإنستغرام، وكنت أتكلم عن الرياضات اللي ما أحسها يعني مميزة من ضمنها اليوغا، واعتذرت بعدين إن أنا من الناس اللي يعني ظلمت اليوغا. يعني أنا أول نقطة بقولها، لكن أنت شلون تحكم على نوع من أنواع الرياضات وأنت لحين ما تعرف؟ صح، هاي غلطة تعلم. مو بس حق الرياضة، هذه حق كل شيء. أنا ما أحكم على الشيء إلا لما أجرب. كنت أشوفهم بس أشوفهم إيش كاي سوهم ذلين. الحين بتقول إن زهرة مش قاعدين يسوون. حياك الله زهرة. ويمكن الموضوع اليوم موضوع
أكيد يعني يمكن ما تكفينا 60 دقيقة نحن نتكلم فيه اللي هو طريقة التشافي من الأمور والضغوطات النفسية اللي تمر علينا في الحياة، ولكن يعني يمكن الدكتورة قبل شوي تكلمت معنا عن جوانب من الجوانب النفسية اللي تمر على الإنسان وشلون ممكن أحيانا يتم علاجها بطريقة اللي هو التشافي بالأدوية وأحيانا بالاستشارة والنصائح. كجانب ثاني، جانب مريح، جانب غير متكلف، وجانب ممكن بالعكس يساهم في علاج الكثير من الأمور خاصة ما يتعلق بالتوتر وبالقلق، اليوغا. نبي نتكلم عن رياضة اليوغا وشلون اليوغا اليوم ممكن تساهم في علاج كثير من الضغوطات النفسية اللي ممكن تمر على الإنسان. أول شيء اليوغا من الرياضات اللي فعلاً رياضات المميزة، وفعلاً يعني الشخص ما يقدر يعرفها إلا إذا دش في غضون التجربة. زين، عذر عندي يعني. لما تجربها تعرف فعلاً المستوى القوي اللي في هاي الرياضة، لأن هي في النهاية ممارسة تهدف في الأساس إن أنت شلون تربط العقل تربط ويا الجسم عشان في النهاية توصل إلى مستوى ارتقاء روحي. يعني هاي الهدف الأساسي والهدف الأعلى. يعني حتى نقدر نبتدي بتمارين أو وضعيات جسدية في اليوغا، منها الاسترتشات، منها تقويات، في يعني مدارس متعددة لليوغا، يعني ما نقدر حتى نذكر إلا الأساسيات. وفيها بعد جانب الثاني، الجانب اللي يتطور الناحية النفسية، خلنا نقول التأمل، خلنا نقول وضعيات الاسترخاء، شلون إن هي فعلاً تساعد الإنسان إنه يهدأ لما إحنا نكون يعني في حياة عايشينها في عصر سرعة، إحنا نحتاج فعلاً إن مخنا يرتاح شوي. فاليوغا من الرياضات اللي تشتغل على الجانبين، يعني لو نقارنها بالرياضة العادية أو نجيب اليوغا على صوب، حتى اليوغا يعني ما يقولون عنها رياضة، يقولون عنها ممارسة. فالرياضة نفسها تشوفون إن هدفها في النهاية بس الشكل الجسدي. اليوغا تعطيك قوة، تعطيك شكل جسدي، في النهاية تعطيك فكر، تعطي تطور روحي. لما يعني أوصل لمرحلة إني خلاص استرخيت، خلاص متقبلة إني أتطور، فخلاص أنا متطورة يعني من ناحيتين، من ناحية جسدية ونفسية. هي شفتي شو؟ عرفتي الحين؟ يعني لو بقول لك يعني أنا يمكن من الناس اللي ساعات صدق أتمنى، وأتمنى يعني زهرة تفيديني وتفيدي المشاهدين، أنا متأكدة في ناس وايد مثلي كذي، يعني ساعات أتمنى هذه شوي يوقف عن التفكير على طول، في محاطة في تفكير في تفكير، فخاطري أقول مسكين أنا لو يعني في مجال إن عقلي مثلا يتكلم يقولي رايحي شوي لا تفكري. ترى هذه هو. اي صح، ترى هذه هو اذا اليوغا. انا اقول لك انا امارسها ترى. اي الحين بديت تمارسها خلاص. اي هي امارسها، امارس اليوغا. بداي نفسك زهره. إيه. خلاص امارسها، لان صراحه فيها في شيء انت قلتي اللي هو العلاقه بين العقل والجسد، كانه في يسوي لك لينك بين جسمك وبين عقلك. تفكر بالجسم بالحركات اللي يسوونها يخليك انك تطلع هذه الطاقه السلبيه بالتفكير في جسدك، وشلون تحركه وشلون وتطلع هاي الطاقة بطريقة معينة هم يعني يعرفونها. وصراحة تستغرب لما تطلع كمية الراحة اللي تحس فيها بشكل مو طبيعي. فلازم أول جلسة يوغا مع لازم تجربي إن شاء الله. فعلا يعني هاي الملاحظة أشوفها من أغلب المتدربات، يعني ساعات حتى من كلاس واحد أو واحدة توها أول مرة تجرب اليوغا أول كلاس لها تطلع تقول يعني فعلا حسيت براحة نفسية. ليش؟ لأن اليوغا فيها تقنيات، وهالتقنيات مكتشفينها من قبل بس تونا يمكن نطلع عليها ونفهمها أكثر. يعني لو نقول إن اليوغا موجودة من أكثر من 5000 سنة، يعني ويمكن حتى قبل، يعني إحنا ما نقدر نحدد التاريخ بالضبط. ففيها تقنيات يعني فعلا تساعد إن الإنسان يرتاح لما نسوي حتى الاسترتشات، يعني أنا أريح جسمي، فبالتالي إذا جسمي ارتاح أنا عقلي في النهاية بعد بيرتاح. نفس الشيء إذا عقلي ارتاح من خلال التأمل والاسترخاء، جسمي نفس الطريقة بعد بيرتاح. فإحنا ناخذ هاي الأساسيات نضيف مثلا لها تمارين التنفس اللي فعلا تساعد إن الواحد يطلع طاقاته السلبية ويسترخي، فالبنات يحسون بهالراحة فعلا. شنو هي يمكن الحركات ولا الطرق المعينة أو طريقة التمرين اللي تخلي هذه اللينك يكون موجود أو الوصل بين عقلك وبين جسدك؟ يعني خلنا بعد مرة ثانية نقارنها اليوغا بالرياضات الثانية. الرياضات الثانية تهدف إن أنت تسوي الحركة وخلاص، حتى لو جسمك تعب، حتى لو جسمك وصل لمرحلة الفتيق. اليوغا لا، تاخذ الموضوع شوي شوي، احنا نمشي بهدوء، نتحرك بهدوء،
حتى خلال وضعيات اليوغا حتى يسمونها آسنا. وضعيات اليوغا هدفها أن أنت توصل لمرحلة أنك خلاص ثابتة في نفس الوضعية، فأني حتى عقلي أنه passive، حتى عقلي أنه لازم يكون مرتخي في هاي الوضعية. يعني إذا كنت حتى في وضعية يوغا وأني عقلي لحين يفكر فهي أساساً ما يسمونها يوغا آسنا، ما يسمونها من وضعيات اليوغا. فيعني الآسنا أو البوسترز مال اليوغا في النهاية بعد هدفها أنه وانت تسوي هالحركة الجسدية أنت عقلك مرتاح، عقلك ما قاعد يفكر في شيء ثاني، وتهدف أن أنت تكون موجود في هاي اللحظة الحالية، عايش هنا. يعني إحنا خلال التفكير، حتى واجد أقول هالكلام للبنات، أغلب شيء إحنا نكون تفكير ناتج يا من الماضي يا من المستقبل. يعني إحنا نادراً ما تشوف أنك عايش فعلاً في هاي اللحظة. يا مخي يفكر ورا جاية باكر قدام بتروح تسجل في لا لأنك بس صعب ترى، يعني أنا نص صعب. الحركات أو ثلاث أربع ثلاث يعني ثلاث يمكن أشياء من الحركات ما قدرت أسويها، ولكن سويت الأشياء البسيطة يعني اللي تقدر إن تسويها، لكن يبي لها بروسس بعدها. أي يبي لها ممارسة لها وقت. صح فعلًا إيه. حتى تلاحظون كل ما تمارس أكثر كل ما تشوف يعني تطور. بنات عندي يقولون لي ان احنا نشوف مثلا تطور اسبوعي، بنات تشوفون تطور يعني على الشهر على شهور يعني، فكل مره البنات قاعدين يتطورون زياده. انا عن نفسي انا تطورت يعني بشكل كبير فيها، يعني انا قبل بعد العب رياضات ثانيه ولحد الحين العب، بس انا اقول ان اليوغا رياضه مميزه فعلا، يعني تعطينا هاي الصفاء وهاي الهدوء. النفس تنهي اللي سوتها زهرة صراحة، أنا أعتقد كلنا محتاجين لها. أي بالضبط. بس يعني كونك كنت تلعبين رياضات ثانية زهرة، شو اللي خلاك تتجهين إلى اليوغا؟ لازم كان خلينا نقول موقف معين صار، في شيء سمعتي، في شيء قريتي عنه حرك فيك شيء وخلاه يصير عندك فضول أن أنت تتجهين لليوغا؟ سمعتني وأنا خلاك بهالإجابة. صح فعلا. وعلي ان انت لعبت لك مرتين اليوغا، تفضلي زهره. يعني حتى قبل اني من النوع اللي مو كنت يعني فاهمه اليوغا عدل، ليوم دشيت فيها وعرفت فوائدها الحين خلاص ما اقدر اهدى، صارت يعني لايف ستايل. فاي قبل كنت العب رفع اثقال، فاحنا من رفع اثقال الى يوغا وايد فرق. فرفع اثقال من كثر ما ان الجسم يعني يشد انه خلاص يعني كان جسمي يشد، فاتجه ان اسوي مثلا الاسترتشز. الاسترتشات بعد تكون بارت من تمرين اليوغا، جزء منها. فلاحظت ان شلون لما اسوي استرتش واركز ان عقلي موجود هنا، واركز بعد على التنفس، لاحظت الراحه اللي حسيت فيها فرق تحول. يعني انا قبل اسويهم اوريدي عقب تماريني، بس الحين اني لاحظت الفرق فعليا. الفرق مجرد اني مركزه في اللي قاعده اسويه، عقلي موجود هنا وحاضر هنا. والفرق الثاني اني قاعده اركز على التنفس. يعني حتى مجرد لو احنا نركز على تنفسنا، لاحظين انك قاعده تمشين في اللحظه الحاليه، النفس اللي جاي، النفس اللي قاعد يطلع، انا قاعده امشي في نفس اللحظه الحاليه. ثاني حاول اخذ نفس ما بالضبط. ثاني اكون هنا. فحسيت ان لا، هاي رياضه لازم ابتدي اهتم فيها فعلا. فابتديت ادرسها، ابتديت ابحث عنها، ابتديت اقرا عنها، جربت التأمل. يعني من قبل كنت أسوي، شفت الراحة النفسية اللي أحصلها منه، شفت الهدوء اللي قاعدة أحصله، السلام الداخلي اللي تحسين فيه، الاسترخاء، يعني الإيجابية اللي تحسين فيها عقب التأمل تخليش إنه ما تبين تقومين أو ما تبين تطلعين من جلسة التأمل. فهاي نقطة التحول اللي خلتني أخلي اليوغا يعني شيء أساسي في حياتي كلايف ستايل، وش اللي حابة فعلاً أوصله للبنات، حابة أفيدهم فيه، وإن شاء الله يعني أكون إن شاء الله إن شاء الله فيها. أيضاً طرق الحركات اللي تستوي في اليوغا إحنا ما نسويها في حياتنا الطبيعية، فكذي لما نفاجئ الجسم بحركات غير عن الاعتيادية، هني الجسم يبتدي يطلع يعني أمور إيجابية، تحس براحة، العضلات تبتدي يعني ترتخي مثل ما نقول. لكن يمكن يعني زيادة المراكز الحين اليوغا بشكل كبير تطورت يعني بشكل كبير، فشلون تشوفين هذه المراكز؟ هل زيادة المراكز تعتبر شيء إيجابي، أو أحيانا المراكز بزيادتها يقل يمكن جودة تدريب اليوغا الصحيح اللي يعني بأساسياته الصحيحة؟ يعني أكيد في هناك بالنسبة لكم أساسيات مهمة عشان تكون في مراكز لليوغا. ف
فعلا يعني انا اشوف هالشيء من ناحيه ايجابيه ومن ناحيه سلبيه ثانيه. من الناحيه الايجابيه حلو ان الناس قاعده تتثقف، قاعده الحين تعرف شنو اليوغا بالضبط، فيعني يفهمون ان هاي ممارسه فعلا مفيده، ممارسه يعني تهمني كحياه، ممارسه اقدر اسويها كاسلوب حياه يعني. فهاي من النواحي الايجابيه ان اوكي الناس بتتجه مثلا الى اقرب نادي موجود عندها. بس من الناحيه السلبيه ان الناس اذا ما دربت حادل فلازم يعني يكون مثل ما قلت فيها اساسيات تتدرب بشكل صح، حتى الوضعيات يعني يبقى لها انتباه. كل وضعيه في اليوغا لها تفاصيلها يعني الكبيره، لان احنا في اليوغا من كثر ما ان علاقه الجسم بالعقل وكشي بالروح، فاحنا حتى في الوضعيه الواحده احنا نركز من فوق من اعلى الراس لحد القدم. انا عندي تركيز ووعي كامل بجسمي، عندي تحكم كامل، فلازم ان هالصوره توصل بشكل صحيح، ولازم ان الناس قاعده تفهم. مثل ما نسمع مثلا ساعات انه يقولون ان اليوغا ديانه او شيء مثل هذا، لا بالعكس، لا اليوغا يعني ممارسه ثانيه. صحيح. يعني هذه اللي انا كنت ابي اوصل وياك يعني زهره، ان الحين الناس صار عندها وعي اكثر بش كثر اليوغا اليوم احدى وسائل اللي ممكن من خلالها الانسان يخفف كثير من توترات النفسيه اللي تكون فيه او حتى ضغوطات الحياه. فاتوقع يعني مروا عليك يمكن ناس وايد، بنات وايد يمكن كانوا يسولفون لك ويقولون لك مثلا ان احنا كنا نعاني من هذا الشيء او احنا عندنا مشكله في هذا الشيء، فهل اليوغا ممكن تساعدنا؟ ومن بعد التحاقهم شنو صار؟ يعني كلمينا عن هذه المواقف قبله وبعده، وشلون قدرت اليوغا بالفعل تخلصهم او تحد، خلينا نقول، من حدة الشيء اللي كان عندهم. يعني يجوني بنات غالبا يا تكون عندهم اصابات جسديه او تكون عندهم مشاكل نفسيه. المشاكل النفسيه خلينا نقول مثلا الاضطرابات، مثلا القلق، الانكزايتي، هم عايشين بهالتوتر يعني تحسون ان في طاقه سلبيه يبون يطلعونها. فهم ما جايين لليوغا في الاساس الا لانهم عارفين ان اليوغا من احد اهم الاشياء اللي ممكن تساعدهم على هالشيء. يعني مثلا تجيني واحده من البنات وهاي صارت يعني تقول لي كوتش انا اليوم تعبانه، ف لا اوكي بنشتغل على الموضوع كل شيء، نشتغل لنا كلاس حليو بساعه واحده، نخلص الكلاس سوي لي واجد ارتحت، نفسيه ارتاحت، حسيت اني طلعت الطاقه السلبيه. هاي ساعات تكون حتى في كلاس واحد. بنات مثلا اللي عندهم اصابات، مثلا عندي واحده عندها اصابه في الظهر، عندها انزلاق ظروفي، فتتعالج حتى في جلسات علاج طبيعي. فعقب فتره من اليوغا يمكن صار لها حتى شهور، بس يمكن 3 شهور، قاعده اشوفها تطورت حتى في الحركات، حتى في الاداء. يعني المناطق اللي كانت مؤلمه عندها صارت الحين تتحرك فيها بحريه اكثر. حتى قالت لي ان جلسات العلاج الطبيعي انا قللتها، قبل ما كنت استحمل الالم، الحين يوم جيت اليوغا انا قللت هاي الجلسات وقاعده احس بالاستفاده. البنات الباقي مثلا جلي اليوم مثلا رقبتي شاده، شفت في مشكله، نقول انه اوكي احنا بنحل الموضوع، نشتغل استرتشات، نشتغل على الوعي وكل شيء، نشتغل ضمن كلاس اليوغا نفسها، تطلع قبل الكلاس تقول لي ترى الالم راح. ففعلا هاي الاشياء صح. انا بتكلم عن هاي الموضوع بالذات لان كثير من الاشياء اللي يعني شفتها في اليوغا هي اصلا من علاج طبيعي اصلا فعلاً. يعني فيها وايد اشياء ان كومنت يعني فعلاً. اشياء مشتركه بينها. فخلينا نتكلم عن هذا الموضوع بالذات، انه يعني اليوغا فيها امور او حركات تسويها هي موجوده في العلاج الطبيعي بعد، فممكن تكون كعلاج جسدي غير انه هو بعد نفسي. فعلا يعني حتى بمجرد انك تسوي كنقطه مهمه انت ذكرتها فعلا ساعه في حركات نسويها في اليوغا احنا ما نسويها في يعني خلال يومنا. مثلا الف على جنب اسوي توست، هاي ما اسويها خلال اليوم. فاني لما اسويها في اليوغا قاعده اريح مناطق من مناطق جسمي اللي اساسا انا اكون ناسيتنها. فهاي من ضمن الاشياء يعني اللي تهمنا. ثانيا فعلا في حركات واجد متشابهه ويا حركات العلاج الطبيعي، في حركات تهدف انها تقوي مثلا المناطق الشاده، في حركات تهدف ان هي ترخي هاي المنطقة وتسوي لها ستريتش. اسفل الظهر مثلا، اي الركب من اكثر المشاكل اللي موجودة اسفل الظهر، الفخذ الخلفي، هاي وايد الفخذ الخلفي يكون شاد عند الاغلب. فاحنا لما نشتغل عليها
نشوف ان الاوانب قاعده ترتاح، احنا عندها مشكله قصر في هاي العضله، احنا قاعدين نسوي لها ستريتش، احنا قاعدين نرجع طولها الطبيعي، في النهايه قاعدين نريح الادمي في حياته، يقدرون يوصلون حياتهم بشكل طبيعي وباقل الم. صح، شيء جميل جدا. يعني حمد ما شاء الله بعد انا اعتقد انت من اصحاب الخبرات اللي صرت الحين، يعني تنافس زهره في الموضوع. رياضه اللي في الرياضه لا وايد زين، انا اعتقد ان شاء الله يمكن انا يعني اكيد يعني بلتحق معاكم في ذي الموضوع ضروري بعد الحلقه ان شاء الله. ان شاء الله. زهره نقدر نسوي شيء؟ بطلب منك يعني هاي الطلب الحين واحنا على الهواء، وقولي لي يصير ولا ما نقدر نحن نسوي ذي الشيء؟ يمكن أمر وايد 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 مهم، عملية النفس الصحيح أو التنفس الصحيح. إحنا يمكن تنفس شذي بشكل عادي، لكن علشان يكون التنفس بشكل صحيح نفس ما أنت قلتي، آخذ الهواء وطلع الهواء ويكون بشكل صحي ويؤدي إلى الراحة، في له تكنيك نقدر نسوي شيء على الهواء تخلينا أنا وحمد نطبقه إن شاء الله. زين طبعا اعطينا الارشادات واحنا بنطبقها. حلو طبعا بس اليوغا المخرج لا ياخذ علينا اللقطات. زين طبعا اليوغا فيها بالذات يعني التراديشنال يوغا فيها كذا تقنيات، يعني كذا تقنيه حق التنفس. في تقنيات متنوعه لكن خلينا ناخذ الاساسيه او البيسك. مثل ما قلتي احنا في العاده حتى النفس تلاحظينا حتى في عدة واحدة موجي، في ثانية واحدة موجي، صح؟ احنا عندنا الرئتين حجمهم كبير، فاحنا ما قاعدين حتى نستغل حجم الرئة، ما قاعدين نستغل هاي المنطقة كامل، مثلا البطن، ما قاعدين نستغلها حق التنفس. انزين، في عضلة الحجاب الحاجز هني، احنا ما قاعدين نستغلها لأن احنا ما قاعدين نتنفس عدل. ثانيا الأكسجين ما قاعد يدش داخل عدل لأن احنا ما قاعدين ناخذ نفس عدل في الأساس. فمن ضمن يعني التمارين المهمة أو يعني الأشياء البسيطة اللي أبتدي فيها في العادة ويا البنات، إنه بس إني أركز على النفس، يعني مجرد إني أخذ أنفاس هذا قاعدة أسمع صوت النفس، أحس بالنفس قاعدة يدش داخل، أحس بالمناطق اللي كامل قاعدة تتحرك ويا النفس من عند الأكتاف لحد البطن وطلع النفس مرة ثانية. فلو ركزت مجرد إني خليت وعي إلى التنفس بلاحظ إن نفسي صار أطول أطول من العادة. فنقدر نجربها بهاي الطريقة، لازم طبعاً أقعد وظهري السيدة. يلا جرب انت الحين. هلا أشوفكم انت وش في اليوغا ناخذ النفس في العادة من الأنف، لأن يعني الأنف يعتبر من كأنه فلتر طبيعي يوصفونه، فإنه ينظف ويدخل الهواء بشكل شوية دافي فيدخل لنا داخل. زين فخلنا نجرب ناخذ نفس هذا، أحس بالمناطق كامل قاعدة تتحرك ويا كل نفس وطلع النفس بكل هدوء. مرة ثانية أجربها بشكل أهدى وأطلع النفس. في طرق يعني ثانية بعد إن إحنا نسمع صوت النفس بشكل أوضح شوي، يسمونه أوجاي براث أو الأوشن براث. إيش يسمونه أوشن؟ لأن نسمع صوت النفس قاعد يطلع شوية من الحنجرة ورا، فالنفس يكون هادئ وعميق متوازن. مثلاً خلينا نقول 5 عدات شهيق، 5 عدات زفير كبداية حليوة. فأخذ النفس في 5 عدات، مثلاً 1 2 3 4 5، أخذ الشهيق وأطلع الزفير 1 2 3 4 5. فبلاحظ إني قاعدة أتنفس بشكل أعمق، فنقدر نجربها الحين. ممكن إن إحنا نسمع صوت الهواء شوي. أنا قاعدة أسمع صوت الهواء. أي ممكن إن إحنا نجربها. بس اركز ان حتى النفس قاعد يوصل لتحت، قاعد ياخذ هاي المنطقه. انا من الاشياء اللي تعلمتها يعني يمكن قاطعتك في شيء، بس ان ناس وايد او 99% من الناس ما يتنفسون من بطنهم دائما، بس من الرئه. صح، البطن تقدر انك انت تسوي له اكتيفيت وتتنفس ايضا من بطنك، راح يعطيك نفس اكثر، لياقه اكثر. فعلمني اياها مدرب ولليوم وايد تساعدني في الرياضه. ف لما تتنفس هذه الحين نفس من الصدر، بعد تقدر تاخذ هواء من البطن تنفخ بطنك بعد. فيعني عندك مساحه كبيره اللي انك انت تتنفس وتدخل الهواء، ويساعدك في الرياضه في امور كثيره. فصح كلامك، يعني البطن وايد مهم بعد. بعد لو نلاحظ ان شلون النفس له علاقه مباشره يعني بحالتنا النفسيه، لاحظ اذا كنا شويه معصبين النفس يكون سريع. خلينا نتنفس اليوم. زين زين، مستمتعه باللي اشوفه.
احنا فعلا يعني إيه؟ زميلي هاللون صحي ورياضي جميلة الصحة صحيح. طبعا يعني رياضة اليوغا أو قلت احنا نسميها ممارسة اليوغا يمكن من الأمور اللي يجب أن احنا نلتفت لها، لأنها فيها شغلات كثيرة ممكن تأثر إن كانت إلى يعني صحتنا الجسمانية النفسية، وفيها مجال إن الإنسان يتأمل ويسترخي ويريح عقله ويريح كثير من يعني أعضاء الجسد، وفي نفس الوقت هي رياضة. فدعوة لجميع المشاهدين إن هم يمارسون ممارسة اليوغا للاستفادة من كل الأمور الإيجابية اللي ممكن يحصلون عليها. شكرا لك زهرة وايد على كل ما تفضلتي فيه، شكرا ان سويتي لنا سيشن مع حلو حمد. حلو السيشن، وانا سيشن مالي بيصير تحت الهواء ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. اكيد شكرا لك، اكيد مشاهدينا نشوفكم في حلقه قادمه، كونوا معنا على نفس الموعد ومع السلامه. مع السلامه.